أنا سعيدة جدا 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 لوجودي في الملتقى العربي، أكيد الإعلام العربي وضيف الشرف دولة فلسطين الحبيبة، هذا لوحده يكفي إنه إحنا نكون موجودين وشاعرين بالفخر. دولة الكويت ما بتقصر دائما وأبدا، وهي يعني المبادرة في كل ما هو عربي وأصيل. أنا اليوم كنت موجودة بندوة بعنوان نساء في واجهة الإعلام إلى جانب مجموعة من السيدات الراقيات، كانت الست لجين عمران من السعودية، لانا المدور من لبنان، الدكتورة منى عبد الغني من مصر، وأكيد غادة المرزوقي اللي هي أدارة الجلسة من الكويت، حبيبتنا الإعلامية الغالية. فاليوم حكينا عن دور المرأة في الإعلام، تصدرها للمشهد الإعلامي على الرغم من أنه في ظلم في بعض المواقع في مجال صناعة القرار الإعلامي، ولكن يعني الحمد لله كانت جلسة مثمرة تفاعلية وأنا سعدت جدا بلقاء كل الوجوه الطيبة الموجودة اليوم بالكويت. خلينا نتكلم إذا في موقف طريف ولا شيء أنتوا كسيدات على الشاشة، ولا طريف محرج أو شيء، خلينا نكشف شوي له. يعني طريف أو محرج شوي، دائما في مواقف طريفة لما يسألونا أسئلة شخصية، يعني كثير الناس بدخلوا معنا بطريقة شخصية، مثلا أنت منفصلة، ليش انفصلتي مثلا؟ احراجات. فأنت بدك تفسر. فبفهم أكيد بأنه يعني لما تصير أنت شخصية عامة تحت الأضواء، الناس بحبوا أنه هم يعرفوا يمكن تفاصيل حياتك، بس يعني في شغلات الواحد بقدرش يحكي فيها، يعني إحنا مش كمان مادة مستباحة، ما بنقدر نكشف كل ما يجري بالمراوغة أو الديمقراطية باللفة والدورة، مرات بنزبط ومرات ما بتزبط معنا.